السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم حبايبي وكل المشتركين الجدد، وبتمنى من اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها عن خلطه التحديق للحمام وفوائدها وطريقه تحضيرها للحمام. خلطه التحديق دي يا جماعه مهمه جدا. ليه بقى؟ لانها بتحتوي على الكالسيوم اللي الحمام محتاجه. لو انا مثلا عندي الحمام بتاعي مريح لمده طويله او مش بيبيض او كده، فده ممكن يكون عنده نقص كالسيوم، او نقص الكالسيوم ده انا ممكن اعوضه بالخلطه بتاعتي دي. هي خلطه تحديق مهمه جدا لاحتواء على الكالسيوم اللي الحمام بيحتاجه. طيب انا هتكلم معاكم يا جماعه عن الكالسيوم اللي بيبقى موجود في خلطة التحديق، وهكلمكم عن مكوناتها وفوائدها وازاي ان انا احضرها واقدمها للحمام بتاعي. قلنا يا جماعة ان خلطة التحديق دي مهمة جدا لاحتوائها على الكالسيوم اللي الحمام محتاجه علشان البيض وكده. يعني لو عندي الحمام قطع بيض قلنا او مريح، الخلطة دي ان شاء الله مهمة جدا، هتخلي الحمام ان شاء الله يبيض، لان الخلطة دي بتحتوي على الكالسيوم اللي الحمام محتاجه علشان يبيض. خلطة التحديق دي يا جماعة تحتوي عن معادن، على أملاح معدنية، وتحتوي عن مضادات، على كمان عن مضادات للسموم، وكمان ممكن طاردة للحشرات، يعني بتمنع الحشرات الموجودة عندي في المأكلة. ممكن هنحطها له في الأكل إن شاء الله. دي لما أحطها في المأكلة بتاعت الحمام بتمنع الحشرات أو بتطرد الحشرات الموجودة عندي في المأكلة. كمان الخلطة دي مهمة جدا في موضوع كساح الزغاليل، يعني مش بتخلي عندي أي زغاليل عندها كساح، وكمان مش هتخلي عند الحمام يبيض بيضة واحدة او يبيض بيضة برشت كده، البيضة البرشت اللي هي بتبقى قشرتها ضعيفة. وكمان الحمام عندي بيحتاج العناصر الموجودة في الخلطة ديت، بيحتاجها في عملية الهضم. كل ده موجود في خلطة التحديق. خلطة التحديق دي مهمة جدا يا جماعة، وسهلة، ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. ممكن نشتريها مثلا من بره، لو مش موجودة عندي ممكن اشتريها من عند الراجل اللي انا بجيب من عنده الكلفة بتاعت الحمام. مكونات بقى خلطة التحديق اللي عندي دي يا جماعة هنتكلم عليها دلوقتي. المكونات هي عندي ممكن كسر رخام، او وممكن برضو طوب ابيض، اللي هو طوب ابيض وطوب احمر، والرمل، وجير مطفي، وصدف. الصدف بتاع المطحون اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا ان الصدف ده فيه كمية كالسيوم رهيبة جدا الحمام بيحتاجها اكتر من اي حاجة تانية فيها كالسيوم. قلنا ان الصدف ده فيه كمية كالسيوم كبيرة جدا. يبقى احنا قلنا ان خلطة التحديق ممكن كسر الرخام، وممكن الطوب الابيض كسر الطوب الابيض وكسر الطوب الاحمر، والرمل، والجير المطفي، والصدف. واحنا عرفنا وقلنا ان الصدف فيه كميه كالسيوم كبيره جدا. وكمان عندي ممكن استخدم الفحم ده ممكن استخدمه كمضادات للسموم، ومهم جدا عندي الانتفاخات والغازات ومشاكل الاسهال وعسر الهضم. اللي هو الفحم ده يا جماعه هو فحم الخشب المطحون او الفحم النباتي المطحون. احنا كده عرفنا ايه هي مكونات خلطه التحديق وفوائدها للحمام. فاضل بقى ازاي انا هقدمها للحمام. انا هوريكم الاول اهي خلطه التحديق يا جماعه عندها اهي. لقلنا الصدف والرمل والجير وفي حاجه برضو الاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه دي بتتشاري من في كيس كده، بتتشاري من بره من اي مكان، او ممكن من عند الراجل برضو اللي بيبيع كلفه الحمام. وعندي كسر الطوب الاحمر، وكمان احنا قلنا ممكن كمان ان احنا نضيف الفحم، بس الفحم ده مش موجود عندي دلوقتي، فانا ايه هضيفه له ان شاء الله. انا هضيفه له ان شاء الله الاسبوع الجاي، لان انا ممكن اكرر خلطة التحديق عندي ديت مرتين او ثلاثة في الاسبوع. يبقى احنا قلنا ان عندي الفحم مضاد سموم مهم جدا، كمضاد للسموم مهم جدا للانتفاخات والغازات ومشاكل الاسهال وعسر الهضم عند الحمام. اتكلمنا عن خلطة التحديق وفوائدها. دلوقتي بقى هنتكلم ان ازاي احطها لوحدها. ممكن عادي، ممكن احطها مثلا في مأكلة مع دولت، احطها لوحدها ياكل منها، او ممكن احطها على الكلفة عندي بتاعت الحمام. بس اهم حاجة عندي اكون انا مجوعة الحمام جامد جدا، اجوع الحمام اللي عندي علشان يتقبلها عشان يرضى ياكلها. وقلنا ان انا احطها مرتين او ثلاثة في الاسبوع.
الخلطة دي يا جماعة مهمة جدا للحمام، فيها كمية كالسيوم رهيبة جدا للحمام، الحمام محتاجها علشان عملية البيض، وعشان برضو يحمي الحمام والزغاليل اللي عندي من الكساح اللي بيجيلهم. عرفنا مكوناتها، مكونات سهلة وبسيطة جدا وموجودة في كل بيت عندي. واتكلمت عنها دلوقتي وانا وريتها لكم اهيت، وقلنا ايه العنصر اللي مش موجود عندي، بس ان شاء الله انا هحطه لهم المرة الجاية. وهنقلب دي مع بعض كويس جدا كده، دي يا جماعة اسمها خلطة التحديد اللي الحمام بيحتاجها عشان كلها كالسيوم. بعد انا ما قلبتها كده اهي، خلطة التحديد بتاعة الحمام ديت، انا ممكن احطها كده زي ما هي، او ممكن ان انا احطها عندي في المأكلات بتاعة الحمام، احطها معايا في الكلفة، على الكلفة بتاعة الحمام. عرفنا ايه هي مكونات خلطة التحديد، وعرفنا فوائدها، وعرفنا مكوناتها وازاي اقدمها للحمام. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنتكلم برضو، هجيب معايا الفحم والفحم المطحون اللي احنا اتكلمنا عنه وعرفنا فوائده، هنحطها ان شاء الله على الخلطه دي المره الجايه عندي للحمام الاسبوع الجاي ان شاء الله. يا ريت يا جماعه لو انتوا استفدتوا من الفيديو بتاعي ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو اي حد عنده اي استفسار او اي حاجه عن الحمام يا ريت يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هرد عليه على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.